أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل جاء في السنة أن من شر الناس عند الله من كان سببا لتحريم حلال؟ وعلى هذا فهل نستطيع أن نقول أن خولة رضي الله تعالى عنها كان لها فضل بعد فضل الله، أنها كانت سببا لتخفيف الحكم من الطلاق إلى الكفارة، فهل لها أجر في ذلك؟ هذا السؤال. يقول أحسن الله إليكم: هل جاء في السنة أن من شر الناس عند الله من كان سببا لتحريم الحلال؟ يعني هذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فالإنسان لا يسأل إلا عما يحتاج، لا يسأل عن الأشياء التي لا يحتاج إليها، لأنه قد يحرج نفسه ويحرج المسلمين. فلا يجوز السؤال إلا عن شيء تحتاج إليه أو وقعت فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. ما سكت الله وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالإنسان إذا لم يحتج إلى السؤال في الأمور التي من الحلال والحرام لا يسأل عنها. نعم.